جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن محافظة تعز، مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف فاء عين ميم يسأل عن حكم المصحف الذي يأخذه الإنسان في جيبه باستمرار وقد يمسه بغير وضوء، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ لا بأس بحمل المصحف في الجيب أو غيره مع المحافظة على كرامة هذا المصحف وإبعاده عن الامتهان، فإذا كان يعرضه للامتهان بأن يدخل به الخلاء أو يخلع الثوب ويطرحه على الأرض أو في مكان غير مناسب فإن هذا لا يجوز، أو كان يمس المصحف مباشرة وهو على غير وضوء فإن هذا حرام، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. الحاصل أن حمل المصحف إذا لم يترتب عليه امتهان له فلا بأس بحمله، أما إذا ترتب على ذلك امتهان للمصحف فإنه لا يجوز. نعم.